وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكلها في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وقد خاب من حمل ظلما. يقول العلامة ابن كثير في هذه الآية: أي يوم القيامة، أي هذا الكلام يوم القيامة، ربنا يأتي كل صاحب حق حقه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة الغرناء. ربنا في اليوم ذاك بدي يذول حقه. عشان كده في الصحيح ربنا قال في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وفي الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. قال العلامة ابن كثير أيضا في هذا الكلام: والخيبة كل الخيبة من لغي الله وهو مشرك. ده خايب وده خيبته صعبة، خيبته كعبة. عشان كده أقعب حاجة إنه ربنا يخزيك يوم القيامة وتجيه مشرك. ربنا قال إبراهيم الخليل عليه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. المفسرين قالوا القلب السليم هو القلب الموحد. فالإمام ابن كثير في هذه الآية قال: والخيبة كل الخيبة من لغي الله وهو مشرك. لأنه ربنا قال إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أقعب حاجة إنه تقابل الله يا جماعة وإنت مشرك. والمشرك ده في ناس مفتكرينه هنا كما بين الشيخ محي الدين من قبلي، مفتكرين المشرك ده لا ده أبو لهب مشرك. هاي برضه في مشركين اليوم، المشركين موجودين. ورسول الله قال في الحديث عند مسلم طويل قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حديث صحيح مسلم، صلى قال الساعة ما بتقوم. عشان كده لما تلقى مشرك ما تستغرب. والنار دي لأمنه ما فيه في مؤمنين وفي مشركين. ما للمشرك، المشرك ده مش خواجة أحمر وعنده عيون وبعين لك كده، لا المشرك ده ممكن يكون ساكن هنا في السوق المركزي، ممكن يكون ساكن في حلة حمد، وممكن يكون ساكن شندي، وممكن يكون ساكن اللبيط، وممكن يكون ساكن السعودية، في أي مكان تدعو غير الله أنت مشرك. أفهم الكلام ده؟ نحن ما بنحدد لك إنه فلان محمد والحاج عبد الله ده مشرك إلا تقوم عليه الحجة كما بين الشيخ من قبلي. أما عام كده ربنا قال الزور البدع الغيري، يعني مثلا أضرب لك مثال: البقول في الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، وقوم يا خي ناديهم لي رجال الله البزين البي. ده المشرك ذات، تقال مشرك تقع منه، ده المشرك ذات. البقول يا ود حسونة من المدفونة وعاين فوق نادي بذوق، وعاين تعد نادي بمسك، عاين صعيد نادي عود الصيد. ده ما المشرك ذات، ده ما الموضوع ذات، تقال المشرك تقع منه. في ناس بتفتكر المشركين مشرك، لا وما معقول، ما معقول، ده ما مشرك، وده عادوا لي الله. والناس دي كتار عندنا في البلد دي، ولا ما كتار؟ كتار يا دور الله، أكثر من الليمون، كتار شديد. والله اللي خلقنا قال كتار، الله اللي خلقنا، ده ما كلامي أنا، ولا كلام الدار، ولا زاهور، ولا الجزيرة، ولا محمد عبد الوهاب. الكلام ده كلام الله، ربنا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ربنا قال عبادي في الأرض كلها مش في السودان، الأرض كلها. ربنا قال: الأكثرية مشركين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دي آيات. نحن عم نقول لك الشيخ قال والشيخ طار، نقول لك ما قال الله، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال الصحابة. كلامنا في الحلقة دي وغيره كلامنا فوق، كلام فوق. نقول لك الله قال، الرسول قال، الصحابة قالوا، ننزل تحت ابن كثير، مجاهد ابن جبر، الضحاك كده، كلامنا فوق. ما بنقول لك شيخ فلان قال، لا
واحد يقول لك ها يمكن يقول شيخ مختار قال ما بحيث مختار تعب مختار مختار بتاع شنو هذا ما بحيث نقول لك كلام فوق نقول لك انه في الله قال كده في الكلام ده عشان كده عشان ما تحتاج معانا كثير كلام ده لا زي ما قلت لك في الاذاعات ما بتلقاه ولا في القنوات والله وطالله لو التلفزيون السوداني بيتكلموا فيه توحيد بتفصيل والله التلفزيون ذاته ينطط القرد والله ينطط ذاته توحيد ده كلام حار يا دار الموحد لما انت تتكلم في التوحيد تلقى خايب الموحد ذاته مش ابوك الشيخ الموحد ذاته والله انا عدت لك قدامك ده لما يتكلم واحد من اخواننا في التوحيد انا ذاتي بخاف توحيد ده حار يا دار توحيد ده حار اه حار ليه لانه تعرفوا حار لانه قتلوا فيه انبياء قتلوا فيه انبياء معناه الكلام في التوحيد حار وما هي دول بيقول في كلام في التوحيد ما هي دقن بتقول كلام في التوحيد تلقى واحد دقنه لا يصير واله بعد ده تلقى وينبقي ويفتكي ينبقي بتاع شنو هذول ورينا هذا الموضوع يا الموضوع بدأت تخش به حمد وتمرق به خوجري وتجي به فوق في صنع الصناعات لا 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 موضوع ده واحد يا ناس اعبدوا الله براه خلوا البرعي وامتك في الله الكلام ده بزعل ربنا قال بزعل الناس الكلام ده ربنا قال في ناس بيعملوا مشاكل عديد جبال جا واحد ها جبال ولا قبل ايام في جامعة ام درمان عندنا نروقنا الاسلامية واحد بيتكلم بالتلفون قال لي واحد الناس زي الكتار يا واحد صوفي قال لي بيتكلم مع واحد قدامي قال له الناس زي الكتار والله معاه الناس قدر البراميل جيبوا لنا ناس الحقونا قلت لي ما بنخليك الحقونا بتاع شنو والله لو نموت ها نحن قدر البراميل لانه نحن ناكلين باصه ماكلين جدال ما بنخليه حاجه ما بنخليه حاجه انه موحدين انت قال الباصه دي منو الباصه دي دول الموحد ها الجداد زي الموتر الهجو دي اللي منو دي ما لازال موحد اما دول المشرك المفروض ما يكون جدالة لانه ما يعرف الخلق ها ما يعرف الخلق لانه ربنا قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله اياه ان كنتم تعبدون ربنا قال للمؤمن اكل اشرب لبن بارد حليب اناناس عصير ما تخليه حاجه عشان تتف الصوفيه دي تجعمهم جغمه لما يسخروا ذات تاكل اي حاجه تاكل اي حاجه واحد يقول لك انت جنك ونعرس جننا عرس وجننا باطل ما هو عرس بالحلال عرس بالحلال الرسول قال في الحديث الصحيح قال حبب الي في دنياي ثلاث دمنه ده الرسول صلى الله عليه وسلم منهن قال ها حبب الي النساء كان يحب النساء عليه الصلاه والسلام يحب النساء يتزوج عليه الصلاه والسلام كان مسلم انت برضه تحب النساء مش حرام القلوب تطلب لا تزوج عشان ما واحد يقول لك حب النساء يمشي عايل النسوان يا عيني تعاين لا 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 الزواج عادل زوج واحد اثنين ثلاثه تم الرابعه وقبه مارك شغال في السوق المركزي في اي مكان لكن اهم شيء العقيده لو اتزوجت اربعه بدون عقيده ما عندك فايده لانه حتجيب اولاد مشركين عشان كده بيتك ذات كان جاك واحد لوليتك بيتك اختك شوف الزول عقيدته كيف قول له البر كيف جيت دول موحد بعد ذاك الدبت لكن دول خربان بعد شويه ما تلد سنتين يقوم يوديها الشيخ وذات لانه قبل ما سالته قلت له قروشك شو عينت للقروش وعربته موديل لكن عقدته خربانه لو ما ولد السنتين طوالي بيجري الشيخ يا الشيخ والمره دي ما بتلد والمره طبعا مسكين بتكون قاعده جنبه والمره دي ما بتلد والشيخ التمساح بعائله كرعين المره تحت كرعين اغلاد بعدين ها بعد شويه يقول له خلاص خلي المراه وخلي لك ذهب طبعا الذهب اليومين دي الدولار زايد ولا ما زايد؟ دولار زايد الذهب حي زمان قالوا اسمه شنو الزرقاب الولد بوقيه والبيت بنص وقيه حتى يكون الولد بثلاثه وقيات لانه الدولار زاد حتخد ثلاثه وقيات ذهب افهم الكلام ده؟ انا الكلام ده اختم به حتخد ثلاثه وقيات ذهب والكلام ده حاصل موجود عندنا في السودان وتقط المرة ذاته مرة ما بتخليها بتمشي معاك بيقول لك خليها هنا الشيخ بيرسك يقول له قام يجيب لي ليمون كبار من بحري تلقى وين ليمون كبار ها دامين بتاع الدرداء ما يديك وما يقول لك ما تعزل وما عارف وموضوع طويل هناك بيكون اكل الدودو ما في حاجه يا لانه انت خليت المراه رضوان قال ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان شنو ثالثهما عمل حسابك
والله دول المشرك يخذ في الدنيا وفي الآخرة والله. ها لما جابت الجريدة أحد الجرائد السودانية قبل 5 شهور واحد شيخ أكل البيت كله. الكلام ده ما في أمريكا هنا في السودان جوا. أكل البيت كله. في بنات 2 أخوات ضربن. المرة عمرها 60 سنة برضو قلبها. أنت قاعد وقف على قلبي أبشن أبداته قلبه، قلب البيت كله. ده دين؟ ده دين بيت مدين؟ ها؟ ده الدين النصارى الصوفية، ها؟ ده الدين النشرة الصوفية يقول لك ها؟ أوعك تخلي مرتك للشيخ، والله الكلام ده واحد بيحكي لي والله تتمتع، والكتب موجودة. الكتب موجودة في كتاب بتاع السمانية، في كتاب بتاع السمانية، كتاب أحمد الطيب البشير قال الحوار لقى المرأة مع الشيخ. الحوار ذات بعدين عمل روحه ما شايف قبل راجع الشيخ ذاته شافه. طيب الشيخ محمد بيترحبنا. بعد ما انتهى من الموضوع نادى الشحوار قال له انت ما شفتني يا حوار؟ قال له والله شفتك. قال له ما غدبت ما هذه عيلته؟ قال له والله لا غدبت لا فعلت. ليه؟ قال له قلت الشيخ الكلام ده لو ما دين شيخي ما بيعمله. قال له كلامك صح. قال له انا رأيت. قال له انا شوف الكلام ده الجاي ده خطير. قال له انا رأيت في اللوح المحفوظ ان اذني بهذه الامراه. ده دين؟ ده دين؟ تخلي مرضك للرجال؟ تخسر في الدنيا وفي الاخره؟ عشان كده يا جماعه والله العقيده عقيده همش. عشان كده الصوفيه دين لا عندهم علاقه بالاسلام لا من بعيد لا من قريب. افهم الكلام ده؟ لانه الصوفيه بيدعوا غير الله، بيقولوا في الليل الهادي بنادي سيادي، بيقولوا حتى ندعوثونا ماسك الكون. برعي قال حتنا بكم الف الكون متحكم. ها قال في روايه ثاني قال حزن بكم اللي بيبلع نم بيبلع مره واحده. كذب يبلع وين؟ حزنت حضوره وحزن ذاته في كتاب الطبقات يهودا كتاب الطبقات والضيف الله قام وغرد دكتور اسمه يوسف فضل في جامعه الخرطوم قال حزن اللحيه بغاره. قال بغاره دي ميته لها سنين. حزن قام من قبره جوقف 3 بغاره قال فت قامت على حيله بالله. قال عاشر 300 سنة وماتت. يا ناس دي ما على ما كذب ها ما في دول مات والله خطوك في الحراسة ما تطلع. حراسة دي بيجاي دي لو خطوك فيها لو ما جا محامي وقريبي وما عرفه وتكورك ودعاين كله بتطلع؟ ما بتطلع انت مستمرة يعني ها. والكلام ده قاله دكتور الكتاب جابه شيخ شهاب في الحلقة دي المرة اللي فاتت. دكتور اسمه حسن الفاتح غريب الله مدير جامعة ام درمان الإسلامية جابوه في غناء يتم غناء النيل الأزرق. قالوا له يا دكتور ممكن الولي الصالح يطلع من قبره يقطع حواجي الناس ويرجع راجع؟ قال عادي جدا. يا جماعة نحن دفننا دول صلاة الصبح نحن قاعدين دول كلنا في المسجد ده جانا بيجي قال السلام عليكم أنا جيت راجع حد بينتظروا يا ناس دي عقائد السودان. كلامنا ما قالوا بوش ولا قالوا لا قالوا سودانيين سودانيين عزيز سوداني هنا جوا البلد دي. فالعقيدة أهم حاجة. ما عندك عقيدة شفت ما بتكون راجل إلا بالعقيدة. الرجالة دي ما كبر عمة وطاقية. ما عندك عقيدة والله أنت تخسر الدنيا والآخرة. طلعت للمسلمين نصيحتي للمسلمين العقيدة الصحيحة إذا سألت فدع لله وإذا استعنت فاستعن بالله. فنسأل الله أن يجمعنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.